جمهور النادي الاهلي الصبح او من امبارح بالليل متاخر الدنيا مقلوبه، محمد محمود وغضروف، لا 6 شهور 8 شهور 3 شهور، فين الحقيقه؟ محمد محمود عمل رباط صليبي مرتين ورا بعض ورجع بيقولوا فيه غضروف، فعلا الكلام ده صح ولا غلط؟ محمد محمود يمكن جاله رباط صليبي في مباراه سموحه من حوالي فتره طويله من السنه اللي فاتت يعني، وبعد كده حظه في بعد ما رجع جاله رباط صليبي في الرجل الثانيه مش في نفس الرجل يعني. كان من حوالي شهر كده كان بدأ يشتكي في بعض الألام في الحركة في الترنات اللي بيعملها في داخل الملعب يعني، من خلال تواجده كان بينزل على فترات التسخين مع المجموعة ومع الفريق، وبعد كده بدأ يقول أنا يعني بحس بحاجة في الحركة مش الأمر الطبيعي بالنسبة لنا، فصفرنا للدكتور اللي عمل له عملية في ألمانيا، قال إن مفيش مشكلة وإن هو هياخد حوالي 3 أسابيع أو أقل من كده بشوية ويكون راجع تاني. هو عايز يعني يقوي العضلات اللي حوالين الركبة، ده كان رأيه يعني الراجل اللي عمل له العملية هناك يعني. لكن لما رجع هنا تاني بدأ حتى بعد ال3 أسابيع يقول لي دكتور خالد إن هو برضو بيحس بنفس الألام. عرضناه طبعا على دكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية عندنا في النادي، فالراجل أوصل إن هو يعمل له عملية، وبالفعل عملها امبارح عملية في الغضروف يعني. يعني محمد لسه صغير والمستقبل لسه قدامه يعني، إن شاء الله الرحمن يرجع بشكل كويس. هو شخصية يعني أنا طبعا من أكتر الناس اللي متضايقه، مش عايز اقول حزينه لان ده بيحصل في الكوره يعني، لكن ده لغياب واحد من العناصر المبشره جدا في المستوى الفكري والمستوى المهاري يعني. لكن ان شاء الله الرحمن العمر لسه قدامه كبير وطويل، ان شاء الله الرحمن يرجع بشكل كويس. المهم يعني يغيب شهر يغيب 2 يغيب 3، المهم لما يرجع ما يكونش فيه اي الم يعني، ده المهم بالنسبه لنا وده اللي احنا قلناه يعني. طيب يعني لسه مده الغياب مش هتبان دلوقتي؟ لا مش عايز احدد هي ايه بالظبط يعني، انا عايزه يبقى سليم 100% يعني، لعيب مستقبل عنده مستقبل كويس. طبعا يعني مع احترامي لكل الاراء يعني، طبعا ما حدش بيفتكر انت غبت قد ايه، اول ما بتنزل بيفتكر ادائك يعني في الملعب يعني، انت بتلعب بشكل كويس، جريتك كويسه، ما فيش اي حاجه، حركتك كويسه، ادائك كويس، ما حدش هيقول ده غايب بقاله 6 7 شهور. بعد المباراه الثانيه والثالثه خلاص انت بقيت لعيب موجود في الفرقه يعني، ده اللي انا عايز اقوله ووصلته لمحمد حتى في خلال القعده يعني. ان شاء الله الرحمن هو لسه عنده 21 سنه فالعمر قدامه، يا رب يرجع بشكل كويس جدا، لكن ايا كان الوضع مش هيرجع غير وهو سليم 100% يعني.